أنعمتم مساء. لنا الشرف أن نختم الليلة بجو الطرب الموسيقي التابع للمعهد الموسيقي بمدينة العرائش، فصفق عليه كثيرا لهذه الوصلات الفنية الموسيقية. نشكركم على تتبع فعاليات الأنشطة الموازية للمعرض الجهوي الثامن بمدينة العرائش، والتي نظمت من 6 إلى 12 أبريل 2018 تحت شعار القراءة التربية على القراءة دعامة للتنمية المستدامة. نشكركم على اهتمامكم البليغ وإصغائكم الجيد لكل فقرات هذه الأنشطة. نشكر الفنانين والمثقفين والأدباء والشعراء والمنابر الإعلامية والسلطات المحلية التي واكبت وعملت على إنجاح هذه التظاهرة. فحين كنا يعني غارقين في النوم فالرياح الهوجاء والأمطار وكذا، فأنا متأكد أن الناس تاع الوقاية المدنية والسلطة المحلية كانوا صاهرين ويدهم على قلبهم أن لا تلعب الرياح بهذه الخيمة. والحمد لله كل شيء كان على أحسن ما يرام، وكما قال جلال المغفور له الحسن الثاني: ركن بيتي وحجر سقف بيتي حديد. إذا الحمد لله وعلى بركة الله نستهل هذه الأمسية، هالأمسية اللي قلت كنختتموا بها المهرجان المعرض الجهوي. وهذا المهرجان بالنسبة لي أنه كان ناجحا. لماذا؟ لأن كل ما سطرناه نفذ. فيعني تنفيذا للسياسة تاع وزارة الثقافة في ترويج الكتاب وتقربه من المواطنين والتعريف بالكتاب، هذا العمل هذا حصل كيسميتو في الأنشطة الموازية ولا في الأروقة التي كانت كتبا متعددة ومتنوعة وبأثمنة يعني منخفضة شيئا ما قلت. إذا برمجنا 32 نشاط على مدار هذه 7 أيام، برمجنا 32 نشاط، بالرغم أن نشاط واحد كان يعني تغيب عنه المدعوون، مدعوان اعتذر. نشاط تم تعويضه بورشة نتاع الفنون نتاع دار الفن العرائش التي يمكن أن نصفق عليها وتستحق تصفيقاتنا، لأنها فعلا زينت لنا هذا الجناح نتاع المحاضرات. وكذلك يعني المعرض والورشة نتاع الفنون التشكيلية أيضا شارك في الأنشطة الموازية حوالي 49 فنان وأديب وشاعر ومهتم ومثقف، يعني 49 تغيب منهم 4، فيعني يعني يعني حتى 96% من الأنشطة اللي برمجناها نجحت والحمد لله. رغم ما قلت يعني الظروف يعني الرياح الهوجاء والأخر، فكان ديما عندنا متتبعين الأنشطة ديالنا صباحا، كان الأنشطة كلها موجهة للطفل ولا يعني تربية بمعزل عن الطفل، يعني الرهان ديالنا الأساسي هو الطفل. فوجهت إليه مجموعة تاع الورشات المسرحية والفنون التشكيلية والتقنيات القصة القصيرة وأيضا الخط العربي والفنون التشكيلية إلى غير ذلك من الأنشطة. فأيضا برمجنا يعني أعددنا 32 لواق هي على كاملها خلال 7 أيام، هي ممتلئة، تعذر على عارضين هما مرايا ورونق المغرب لظروف تقنية يعني كتهمهما، أما الأروقة كانت حاضرة. وهذا يعني استطعنا أن نتفادى هذا الأمر بتعويضه بمكتبة السلام من مدينة طنجة. إلى غير ذلك يعني بلا ما نطول لكم أنا في الإحصائيات وكذا.